متباهي. مش خسارة فنانة موهوبة زي كل يوم والتاني ممسوكة دعارة؟ كلمينا تباهي عن الأدوار اللي عملتيها قبل كده. عملت دور فتاة ليل في مسلسل رمضان اللي فات، طبعا كلكم شفتوه. يمكن ما خدتوش بالكم، هما كانوا مشاهدين بس علموا جامد. وعملت دور عاهرة في مسلسل مش فاكرة اسمه، وعملت دور بروستيتيوت في فيلم مصري أمريكاني تصور هنا في الهرم، بس اتمنع، قالك بقى سمعة البلد والحاجات دي. معلش، هو حضرتك ما عملتيش أدوار عادية قبل كده؟ مش عارفة والله، هم المخرجين زنقني كده في حتة مش عايزين يسيبوني منها. طب على العموم هو الموضوع عندنا أنظف من كده. يبقى لازم مشهد حموم. لا، مش أنظف من النوع ده. نتكلم في الأجر؟ معلش، الميزانية عندنا زي ما تقولي واطية شوية. عموما مش هنختلف، أنا هاجي معاكوا زي ما بنزل عادي، 200 جنيه في الساعة، عايزيني بقى أمثل، أرقص، أغني، أقلع عادي. إلغي العملية. استنى بس. إلغي إيه؟ هي لا هترقص ولا هتقلع، هنخليها تمثل بس. أنا قلتوا إيه؟ أنت مش جاهزة بحاجة تمثلها لنا دلوقتي؟ عيوني، هقول لكم مشهد كده، هي واحدة ماشية على الأوتوستراد، طلعوا عليها 5 شبان اغتصبوها، واحد ورا التاني واحد ورا التاني، لغاية ما كلمت حبيبها عشان يجي ينقذها، وفعلا جه وانقذها. الحمد لله. الحمد لله. بس جه بقى بعد ما انقذها اغتصبها برضو هو وخمسة اصحابه تانيين مختلفين خالص عن الخمسة الاولانيين، فانصدمت وانجرحت. همثل لكم بقى لحظة الصدمة. اقلع عادي؟ انت بتتلككي عشان تقلعي؟ ما تسيبها تقلع يا اخي. طيب أعزنك قلعتي، إحنا هنتخيل كده بردك يا أشرف. هايل، أنت يا بنتي اللي هتعملي الدور. سبتي كل دي زباين؟ Sunshine is shining far away. Bird's eyes is looking out, and they can see that you're mine. 'Cause when we're together, your love is controlling my brain. Like plunging inside of that fire I cannot contain. Our love is like a بطل فيلم الجزيرة دفع إنتاج شركة المصباح المضيء للإنتاج السينمائي وصل أهو. بطل الفيلم مديح البلبوسي يا جماعة. استاذ مديح يا نجم، كلمه للمجله وشوشه. لازم بوشوشه يعني ولا اتكلم عادي؟ لا، المجله وشوشه، انت اتكلم عادي. جريده وشوشه. ايوه يا راجل، ده انتوا هاريني اشاعات بقى يعني. مديح طلق، مديح اتجوز، مديح جاب كلب، مديح خد تاني. مديح يا راجل ارحموني، اشاعات بقى، حرام عليك. احنا هنعمل عليك اشاعات؟ ده احنا اول يوم نعرف اسمك النهارده. يبقى دوكها بقى جريده دردشه. انا اسف، بكتب في دردشه بقى. معلش بس الفلاش عشان بس بشرتي ما بانش مرهق قدام الكاميرا بعد اذنك. ممكن نفهم ايه هي طبيعه الشخصيه اللي هتلعبها؟ بعمل شخصيه مركبه، شخصيه صعبه جدا عليا، يمكن ما لعبتهاش قبل كده يعني. يا رب تقدر تطلع للناس يعني بالشكل الكويس. هي شخصيه محتاجه شغل مني كتير قوي، ومحتاجه بروف الترابيزه كتير قوي. طب ايه هي طبيعه الشخصيه؟ هي شخصيه بني ادم. انا عامل دور بني ادم، دي جديده عليا يعني. رياضي، بني ادم رياضي، بس ان شاء الله ناوي بعمل بعدين ان شاء الله اعمل اكشن. الاكشن في مصر مش حكر على السقا ولا على محمد رمضان ولا على الفنان محمد نجاتي. نتوقع منك الجزيره 10. الجزيره 10؟ لا، بتهيألي نخلص بس من الفيلم ونشوف ان شاء الله. لا يعني هنقفل على 9 ان شاء الله. طب ممكن تقول لنا ايه هي طبيعه الادوار الجديده اللي انت ناوي تلعبها؟ والله انا عندي ورق الايام دي حلو جدا، اتمنى ان الاستاذ بعتذر يعني يشترك فيه معايا يعني. طبعا يستحيل. اسمه الاندر في البندر. هو عن قصه كفاح شاب مصري جه من الارياف وبيفقد الاندر بتاعه هنا في القاهره،
وبتبدا بقى رحله معاناته للبحث عن الاندر بتاعه هنا، وده طبعا بيسبب له يعني متاعب داخليه وتسلخات كتير جدا طبعا يعني. وبنبدا من احداث الفيلم نشوف هل هيقدر يوصل للاندر بتاعه ولا لا، ده اللي بنقدر نعرفه من احداث الفيلم. بيلاقي الاندر فعلا في الاخر، بس بيموت في اخر الفيلم يعني، مش عايز احرقه لكم. استاذنكم نخش عشان نلحق البوفيه. ايه نجم؟ انا مديح اللي هو بطل العمل. قابلتك بره. ايوه بقول لك ايه، هو في كفته قدام فعلا ولا ايه؟ شعب في بس ما اضمنش بقى تلحق ولا ما تلحقش بصراحه. طب ما ممكن صباع من عند حضرتك؟ ما اقدرش الا الكفته. زعلش مني. لا حق. بقول لك ايه، لو سمحت عايزين بس نعرف انت فين من مسرح. لا مسرح ايه حضرتك يعني، ده وقته يعني الواحد واعي، ما كلهم طيبه مع بعض كده وبعدين اجاوبك على كل الاسئله.